طيب تمام الصدفيه والثعلبه. تمام. الثعلبه دي مرض معدي؟ خالص مش معدي خالص، برضو دي من الحاجات اللي الناس بتفتكر انها بتتنقل عن طريق الحلاق، وان هو اروح اخد العده بتاعتي عشان ما يجيليش ثعلبه. لا طبعا، هو ده مرض مناعي، جهاز المناعه بيطلع هي دي 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 حاله من الحالات البدائيه اللي احنا عالجناها. الثعلبه دي نوع من انواع الثعلبه المتليفه. الراجل ده كان عنده مرض جلدي في راسه، فعمل تليف في بصيلات الشعر، وبالتالي الشعر ما بقاش بيطلع. احنا بعد 20 جلسه ابتدى يتحسن تحسن بطيء زي اللي في الصوره اللي بعدها. ورونا يا جماعه كده. لا دي حاله لا. دي من حاله من الحالات اللي انا فخور بيها جدا بصراحه. دي كان عندها ثعلبه راسها كلها، يعني الحته اللي على الشمال ديت دي كانت بدون شعر خالص. ودي مرحله من مراحل العلاج، بس دي قعدت معانا 8 شهور. 8 شهور دي، ما انا بقول حضرتك العلم بيتقدم كل يوم. البنت دي اتعالجت عندنا من سنتين. تمام. دلوقتي الموضوع بيختلف، يعني كل يوم عندنا علاج جديد وبنطور الدنيا، فبقت مختلفه، نقدر نلاقي نتائج اسرع من كده واكثر قوه كمان. فالثعلبه مرض مناعي ولكن له علاج. بتحول لخبيث؟ لا ابدا خالص خالص, خالص. وبرده الناس معتقده كده، انا مش عارف ليه ان هم معتقدين ان هو معدي جدا وبيتحول لمرض خبيث. لا هو مرض يعني مناعي. دول اكذوبتين عن مرض الثعلبه ده. هو بس مشكلته فعلا الشكل، يعني المريض بيبقى طالع من غير شعر او دي بنت. طبعا دي فنان. دي سيده فوق سن ال40 بيحصل لها تساقط شعر عادي. احنا استفدنا بقى من التقدم اللي عملناه في مرض الثعلبه في تطبيقه، بان احنا بناخد طريقه رخيصه قويه لمرض حقيقي نطبقها بشكل مبسط في التجميل. بقى الناس تقدر تعمل تجميل بسعر رخيص. سعر رخيص. واعتقد ان ده التوجه العالمي. ما يروحوش ما يروحوش للمراكز الكبيره اللي بتعمل بمبالغ ضخمه. يعني دي واحده من الاكذوبات الكبيره، موضوع حقن البلازما مثلا والخلايا الجذعيه. مفيش حاجه اسمها كده، يعني احنا كنا لسه من سنتين في اصلا. يعني هو ده بتفاجئنا بحاجات يعني، بس هو العلم حلو يعني. واحنا نتكلم بالعلم مش بالسوق. لا العلم يعني ما هو احنا قاعدين عشان كده. احنا بنتكلم بالعلم مش بالسوق. تمام. السوق ليه كلامه وليه ناسه. تمام بالظبط. لكن العلم هنا بتقول لي انه مش مظبوط حكايه الخلايا الجذعيه دي. هو طبعا استخلاص الدم وان انت تاخد المواد المنميه اللي فيه وتحقنها في فروه الراس، ده موضوع سليم وعالميا موجود. تمام. بس يعتمد على 3 حاجات. اولا مفيش حاجه اسمها الخلايا الجذعيه في الدم ده الا بنسبه تقل عن 2%، فمش هي الاساس في الموضوع. النقطه الثانيه ان طريقه الاستخلاص والتحضير بيعتمد عليها النتيجه. يعني لازم المنتج اللي يطلع عندي يكون تركيزه 5 مرات اكتر من الاساس. تمام. وده مش كل الطرق بتعمل كده. النقطه الثالثه بقى طريقه الحقن، ازاي هوصل المواد المنميه دي لاماكنها. فالابحاث العلميه الاخيره معظمها بيقول ان طريقه الحقن هي الاساس. احنا من 4-5 سنين كنا في موناكو في مؤتمر كبير، فكنا في جلسة عن الموضوع دوت، وكنت انا بتكلم على الحقن بالوغز بالابر، يعني حاجة طريقة ان احنا بنحقن فروة الراس او الجلد بالوغز بالابر، فده بيجدد الجلد وفروة الراس. وكان معانا رئيس جمعية البلازما، حقن البلازما، وهو راجل فرنساوي من اصل جزائري. فقال يعني كان ملخص الكلام، قال لو انا في جزيرة وعندي البلازما وعندي الحقن وهستخدم واحد فيهم هستخدم الحقن. هو اللي هيجيب نتيجه. مش هيجيب نتيجه، ده اللي هو رئيس جمعيه البلازما يعني. ده الفكره. فهي دي من الاكذوبات اللي الناس بتدفع فيها فلوس كتير جدا وهي نتائجها ضئيله جدا.